في المنتدى الانتخابات بنقوم بمجموعة أو قمنا بمجموعة أنشطة مختلفة، منها جزء متعلق باللجنة العليا للانتخابات. قمنا بتدريب مع اللجنة العليا للانتخابات السادة القضاة، كان أسفرت عن عدد من الأمور الواقعية، منها الساعة الراحة، ايه اللي يتعمل في ساعة الراحة ومحاضر الفرز وما إلى ذلك، المنقبات ازاي ممكن القاضي يتعامل معاهم. الأمر الآخر، احنا قبل كده شاركنا في مسألة القوانين، وضع القانون، وهنا يمكن هرجع للنقطة أثرها الدكتور حسن. القانون من الأول كان عليه تحفظات، لكن حاولنا بشكل كبير جدا نعدله. كان المركز يعني وعن طريق الأستاذ ضياء وعن طريق الدكتور عمرو وعن طريق الزملاء اقترحنا أكثر من مسألة لتمثيل الفئات صاحبة التمييز الإيجابي، لأن هي دي المعضلة الأساسية اللي السبع فئات اللي هم لجأوا لفكرة القوائم الكبيرة أو الممتدة أو المطلقة علشان يمثلوهم بشكل أساسي. بعد كده اشتغلنا على فكرة رفض العملية الانتخابية وتحليلها، وكيف يمكن الحد، يعني اشتغلنا على الإعلام بشكل أساسي ودور الإعلام في العملية الانتخابية. اشتغلنا على التصويت المرأة على وجه التحديد، ولماذا لا تصوت المرأة إلى المرأة على الرغم أن المرأة كقوة مشاركة هي الأكبر بشكل أساسي. اشتغلنا كمان عن مسألة تصويت المصريين بالخارج، وكيف يمكن الدفع بنسبة أكبر في الإقبال في المراحل القادمة من خلال مقترحات. ما كانش عندكم أي تحفظ على مشاركة المصريين في الخارج في انتخابات برلمانية؟ بالعكس، ده احنا اشتغلنا مع اتحاد المصريين بالخارج وجم عدد من ممثليهم في فكره التصويت المصريين في الخارج، ولماذا جاءت هذه النسبه مخيبه للامال. كمان في خريطه التصويت المصريين في الخارج احنا عاملين دراسات، اشتغلنا على فكره الخريطه نفسها. يعني انت حضرتك لو تتذكر ان المصريين في الخارج في الولايات المتحده الامريكيه هم اللي رفعوا القضيه من اجل الحصول على حق التصويت، ومع ذلك نسب تصويتهم متدنيه للغايه في الانتخابات من اول استفتاء، يعني من اول حصولهم على حق التصويت حتى وصولا للانتخابات الاخيره واخيرا نسبه المشاركه في هذه الجوله. ولكن يعني وغيرها موضوعات كثيره تماما، كنا والسي بي سي كانت بتيجي تغطي وعدد من القنوات وما الى ذلك. لكن انا عاوز سريعا كده سؤال حضرتك سالته، انا ربما شويه طبعا دكتور حسن استاذي وانا بحبه على المستوى الشخصي، وهو مديني دايما مديني الفرصة دي. دكتور حسن، في نسبة المشاركة افترض من البداية ان نسبة المشاركة بتيجي 100% في مصر، ان هو قالك يعني 75% مقاطعين. هذا الكلام برضو لا يمكن انا اتركه من استاذ كبير وبحبه على المستوى الشخصي زي الدكتور حسن، لان نسبة المشاركة في مصر في اي حال من الاحوال المتوسط. طب اكمل بقى، خليك دقيق. انا دقيق، مش مقاطعين، انا قلت ما راحوش. يعني اللي ما راحوش اصلا انا ما افترضش اللي ما راحوش ما طوش، ما افترضش برضو اللي ما راحش. انا قلت يعني وخلاص اختلف عشان محضر. تبقى دقيق اختلف مع حضرتك. مساله ال 75 المقاطعين، لا مش مقاطعين بدليل واحد، انا هقول لحضرتك نسب مشاركه. هو ده السؤال اللي انا قلت لحضرتك اسالك عليه، هل بترى ان اللي ما راحوش دول مقاطعين وموقف؟ لا اطلاقا. ولا بعضهم فيه سلبيه وبعضهم شايف الصوره بشكل اخر تماما، انه كده كانه بيدعم الرئيس؟ طيب انا عاوز اقسم، يعني لا استطيع ان اضع كل هذه الفئات في باكج واحد، لا استطيع ان احطهم في فئه واحده، لكن خلينا نحلل نسب المشاركه بشكل عام بشكل اساسي. حضرتك في انتخابات في الانتخابات ال 2012 اللي هي ذروه المشاركه السياسيه من عند المصريين كانت 60%، واخد بال حضرتك؟ نعم. اللي هي كان فيها بقى الجنه والنار، اللي كان فيها الزيت والسكر، اللي كان فيها عدم وجود راس للدوله، مفيش رئيس، واخد بال حضرتك؟ حاله الضبابيه والخارجين من تحت الترابيزه. وبدات وانا افتكر في دايره حلوان على سبيل المثال لما عاد حزب الحريه يعني الاخوان المسلمين مع السلفيين، قالوا لك انتخب الاسلام الادق، انتخب الاسلام الاصح، واخد بال حضرتك؟ ده مش موجود. الامر الثاني في العلوم الانتخابيه، لا يمكن ان انا دايما بنقول في حاجه اسمها سياق الصدوق للعمليه الانتخابيه، يعني بمعنى الظروف اللي هنا، الوقائع اللي هنا، والامر اللي هنا، واخد بال حضرتك؟ بشكل اساسي حتى مساله الاحزاب، لو اتكلمنا على عدد الاحزاب المشاركه، احنا عندنا في هذه الانتخابات عدد الاحزاب المشاركه بشكل رسمي اللي مترشحين باسم الاحزاب 44، بشكل غير رسمي واخد بال حضرتك فوق ال 65 حزب مشاركين بشكل اساسي، وده ارقام، ده حتى على الورق،
حتى على الورق. الاحزاب السياسيه في جوله الاعاده ليها 47% من جمله من بيعيدوا. صحيح بقى نتكلم في فكره ان الاحزاب السياسيه ادخلت نظام الاحتراف في العمليه الانتخابيه، نقلت الاحتراف واخد بال حضرتك من عالم كره القدم لعالم الانتخابات بشراء مرشحين جاهزين وما الى ذلك، ده موجود. لكن على الورق انا عندي احزاب 47% من ال 419 اللي بيعيدوا. ما بتشوفش ان هذه الاحزاب اللي ثلاث ارباعهم الشعب ما يعرفش اسمائهم حتى ايه، ده جزء من الغياب في المشاركه. هو الشعب كان بيعرف عدد الاحزاب في انتخابات 2012؟ لا بس انتخابات هرجع لحضرتك، انتخابات مجلس الشورى في 2012 نسبه المشاركه كانت كام؟ 12.5%. نعم. احنا وصلنا ذروه المشاركه نتيجه حاله الهيج الثوري وحاله الفعاليات الثوريه المختلفه، ثم بدات النسبه بتتراجع والكيرف بدا منحنى. هقول لحضرتك الاستفتاء 2012 بتاع الاخوان كان نسبه المشاركه كام؟ 34%. استفتاء 2014 38%. انتخابات الرئاسه في 2014 كانت 49%، 49% من المشاركين. هنا برجع حاجه وهنا الدكتور حسن ربما يفيدنا فيها بشكل كبير جدا، نظام القيد في مصر ده نظام قيد تلقائي، نظام قيد تلقائي، نظام قيد اشبه بالاجباري. من يصل الى نسبه من يصل الى عمر 18 عاما بيسجل تلقائيا في الجداول الانتخابيه عن طريق بطاقه الرقم القومي في كل دول العالم. في تونس على سبيل المثال، وانا جايب لحضرتك مؤشرات في تونس نسبه المشاركه فيها كام؟ كام؟ نسبه هقول بس لان دي بتفرق كتير جدا. نظام القيد في تونس نظام اختياري زيه زي بعض الدول الديمقراطيه. الدوله بتبعت للمواطنين جواب كده تقول له حضرتك حابب تشارك في الانتخابات ولا مش حابب تشارك. وهنا بقى تتقاس نسبه المشاركه من الذين ابدوا رغبتهم في المشاركه للانتخابيه على وجه التحديد، واخد بال حضرتك. نعم. فيجي اقول مثلا من المواطنين في تونس في الانتخابات الاخيره كان عدد اللي سجلوا في الكشوف الانتخابيه 8,739,000. نسبه المشاركه من 8 مليون كم في المجلس التاسيسي على سبيل المثال كانت 49%، 49%. ماشي. تونس ذهبت للانتخابات 3 مرات، واخد بال حضرتك. نسبه الاقبال واخد بال حضرتك في انتخابات 2014 انتخابات الرئاسه كانت 60%، 60%. الانتخابات البرلمانيه كانت ايضا مقاربه ل 45% من الذين ابدوا رغبتهم في المشاركه. ده رقم واحد. رقم 2 بس دي نسب عاليه برضو، يعني 49% انت وصلتها في انتخابات 2000 في انتخابات 2012 في انتخابات الرئيس. انا عاوز حضرتك الرئاسة. وانتخابات الرئاسه توصلت 50%. الانتخابات الرئاسه في مصر انت وصلت 50%. الامر الثاني وده نقطه مهمه جدا لازم اللي بيشتغلوا انتخابات ياخدوا بالهم منها، اللي هو نظام القيد. نظام القيد انت انا برضو باكد عليه، نظام القيد في بعض الدول في اغلب الدول الاوروبيه هو نظام قيد اختياري. المواطن بيبدي رغبته قبل الانتخابات ثلاثة أشهر إن أنا حقي أشارك أو ما أشاركش، واخد بال حضرتك؟ وباجي أقيس النسبة من الذين أبدوا اختيارهم في عملية المشاركة. الأمر الثاني والمهم جدا وبشكل أساسي، والمسألة بقى الكلام والتفسيرات الكثيرة حوالين نسبة المشاركة ومين مشارك ولا مين مش مشارك، لا دي فيها كلام كتير جدا. بدليل واحد، احنا من 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 بعد انتخابات 2012 كلنا بنقول الشباب ما بيشاركش. لحظة نجاح الشباب في اسقاط انظمه استبداديه في 2011 2013 كانت لحظه انكشاف الشباب برضو، لان الشباب مفضل فكره المشاركه في العالم الافتراضي. الشباب لم ينضم لاحزاب سياسيه، الشباب لم ينضم لجمعيات. والدكتور حسن برضو في الكثير من المرابط كان كنت مركز حضرتك على فكره الاطر المؤسسيه لعمليه المشاركه. في النهايه انا مش هشارك طول الوقت في صورات، انا هشارك عبر صناديق الانتخابات، هو ده الطريقة الوحيدة.